البنات كي دايرين لاباس كي داير امكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. عدنا ولعود احمد من جديد بعد واحد الغياب نظرا لظروف خاصه. اليوم فيديو يعني مغاير على الفيديوهات الاخرين. طلبوا مني شي ناس انني نبان هكا مباشره. المهم احنا معكم الى قبلتوا علينا. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا. اليوم غادي نديروا معكم الفطار ديال بحال القفطان ديال البروكر. البروكر البنات كاين فيه البرومي والدوزيام، يعني كيشرب اون فوا كنعطوه لافابور سخونيه كيشرب. هذا كيبان لي مزيان، راني فورتو دو فوا يبان لي يعني قهوه هو. ولكن هاد السيده هو نورمالمون انا خصني نفصلو على الضو، يعني على هكا هي احسن فصاله اللي كتمشي البنات هي الفصاله ديال الضو هكا. احسن فصاله هي هاد الفصاله هكا ديال الضو، هي الفصاله اللي كتجي مزيان. يعني ديك الصوره كتكون شاده الميزه ديالها، كتجي يعني ملي كتهزيها كتجي واقفه. ولكن السيده عندها 37 في الهوش في الحوض، ما عطانيش يعني داك العدد، بغات شي شويه ايفاضي. الو غادي نفصلوها على العرض على الطريقه هذه، غادي نفصلوها هكا على العرض نبدا على بركه الله. هاد السيده هذه عندها 42 في الكتاف، غادي نعبروا لها 21 زائد سنتيم ديال الخياطه هي 22. نديرو صافي دورة العنق كنديرو 8 على 2، كنهبطو وكنطرسيو هكا، كنهبطو من هنا لهنا. هادي قاعدة 3 سنتيم، وكنجي من هنا لهنا وكندير واحد السطر بحيث كيشكل ليا هنايا زاوية قائمة. أنا هادي القاعدة ديالي كنخدم بيها، مثلا درت لها 22 هنايا في الكتاف، ديك 22 هي اللي كنهبط بها من هنا لهاد النقطة لهنايا زائد واحد سنتيم هي 23، وكندير واحد السطر بحيث كتكون هنايا زاوية قائمة وهنايا زاوية قائمة. من هاد النقطة لهاد النقطة كنهبط 15 سنتيم، هي أسهل طريقة لا ما تقعد تسد راسكم. وكندير واحد السطر كذلك كتكون زاوية قائمة هنا وزاوية قائمة هنا، ومن هاد النقطة لهاد النقطة كذلك 15 سنتيم، وكندير واحد السطر أسهل السطر لا ما تسدو راسكم. هنا زاوية قائمة، وهاد السطر هذا مدات بينا نمددو هكا بحيث كتكون عندي هنا زاوية قائمة. دابا هنا عندي وبطبيعة الحال خط الطول اللي هو هاد السيدة عندها 1.40، هذا قفطان 1.40، غادي دير لها السفيفة من تحت هي 1.42، دونك كنخليوها على طول. هاد السيدة عندها 33 في السدر، باش يجي شوية ايفازي 33 غنزيدو عليها 10 سنتيم هي 43، حنا نديرو لها كاع 48 حتى ل 50 باش يجي ايفازي. هذا هو خط الطول، وغادي نجيو نحطو العبارات ديالنا. عندها الصدر 33 زيدو سنتيم هي 34 أونص، أنا كنزيد داك نص ديال السيرجي، هاهي كندير النقطة. الحزام عندها 31 أونص، هاديك 31 أونص كيفاش طيحناها؟ غادي تقولي لي منين جا داك نص سنتيم. ديك السنتيم السيدة عندها 116 في الدورة ديال الحزام، كنزيدو عليها 10 سنتيم كتلقانا 126، كنقسمها على 4، 12 3 6 1 هي 31 أونص. دونك هذيك 31 ونص هي اللي غادي نحطو لها في الحزام، زائد سنتيم هي 32 ونص، زائد ديك نص سنتيم هي 33، كنحطو 33 هاهي. ودورة لي هونش منها 37، يعني زائد سنتيم ونص هي 38 ونص. وغادي نلقي الخطوط هنايا، هو يعني هنا هاد النقطة غادي تعطيني الإيفازي، غادي نخرجها وكنجي لهاد يعني لتحت خط الطول، مثلا خرجات لي حنا 50، نجيو للنص ديالها هي 25، ومنا نجي طالع، نجي طالع، كنجي طالعة بشحال طلعت؟ طلعت بستساتي. كاين اللي كيطلع بجوج ثلاثة، المهم عندنا شوفوا ماشي ديما داكشي اللي قرينا، يعني مثلا طيوري ماشي ديما كتخرج لنا كتجيب لنا عينين نزيدهم الخدمة هي هادي، لا براتيك هي
33 بالصدر، غادي نقصو منها 3 سنتيم، يعني غادي تبقى ليا 30، خصني نطيح لها 30. هي هاديك، نطيح لها 30. جيبي لي واحد الكاس. البنات كاينه واحد الملاحظه، هذا المقص هذا كيعض حفه، باش نمضيو في هذا الكاس بزاف. سمحوا لي على الازعاج ديال الصوت، المقص رجعنا ليكم، خطا تقني سمحنا عليه. دونك دابا غادي نقلبوا هذا الثوب هذا، وغادي نخليوه هكا ما نديرو فيه حتى شي حاجه. غادي نجيوها اللي غادي نخدموا عليه، اللي هو الدوفون. دوفون علاش زدنا داك سنتيمونس منا؟ لان غادي تكون تقطيعه منايا، دونك ضروري غادي ندير واحد سنتيمونس اللي غادي يتسنن داخل باش تمونط عليه السفيفه والعقد. غادي نهبطو من هنا دي قاعده 11 سنتيم ونقطع، وبطبيعه الحال غادي نضربو الضربه ديالنا هنايا اللي عليها زدنا داك سنتيمونس. دابا هذا اللي كنخدم فيه الدوفون الامام، كنجي لهنا للكتف كنهبط واحد جوج سنتيم هذه القاعده، وكنجي لهنا كنبدا من يعني ا0 تو، وكنجي هابطه وكنحاول ما امكن ندخل واحد سنتيم، كنخرج هنايا كذلك ا0 ها باش نجيب العبار ديال داك جوج سنتيم اللي هبطت منايا. ها هو الدوفون ديالي تقطع سالينا. غادي نجيو دابا للدارير ديالنا اللي هو الورق، غادي نحيدو داك سنتيمونس اللي زدنا. دابا غادي نقطعو على الطراساج اللي درنا. ها بنات الصهد، تسالا وافيه مزيان. شوفوا البنات كيما فصلنا على نقوع على باش يجي يعني داك الشيما ديال الزوافه يجي هي هي الله زين. هنا ونقلعو اليدين، حتى نفصلها فيها الدوق. قلنا درنا لها في التركيز 30. شوف انا نورمالمون كي في القاعده كنقصو جوج سنتيم يعني 28، ولكن لا حنا نديرو 30. ها هي 30، داكشي اللي درت لها في التركيز نديرو هنايا في هاد الهبطه ديال
هي نورمالمون غادي نطراسي واحد طراساج هكا واحد السطر، غنهبط من هنا لهنا واحد 8 سنتيم، كل واحد باش كيهبط عينك ميزانك 8 10، المهم كان خصني نحط 30 سنتيم وندير الوسط ديالها هنايا. المهم هو خط هالوسط، هنا كنهبط كنطلع بسنتيم وهنا كنهود بسنتيم، يعني كندير ديك اللعبه ديالها ها، وكنجي هنا ازيرو الوسط وكنهبط هكا. ها السيده عندها 61، عندها لا غير 60 زائد 2 سنتيم هي 62، ها هو الخط. عندها فهاد الدوره هنايا ديال اليد ديالها عندها 20 سنتيم زائد سنتيم ونص هي 21 ونص، وهنا نديرو لها 13 14 ونقطع. نجيو لهاد 15 ونهبطو سنتيم ونجيو شتي البنات راه شي شويه مضى هكا كيعض ليا في الثوب. هاو هما اليدين ديالنا. بالنسبه للخوذ غادي نفصلو على هاد السونس كونتري، هذا كيتيري على حسب العمق. غادي ندير 25 غادي نحط، هادي قاعدة 8 على جوج و 11 على جوج كطيح لي في الدورة ديال العمق 25، ها هي غادي نحط 25. هاي ندير واحد 7 سنتيم في الكول أوفيس يجي طالع، نقطع جوج المهم نخليوها حتى نديرو فيه حتى شي حاجه، لان الصاله ديال الكول ديال الرومي عنده واحد الطريقه، المهم غنخليوه هكا باش يجي طالع، ما نديرو له والو حيت غادي يتعمر بالسفيفه. صافي سالينا البنات، هذه هي الصاله ديالنا ديال القفطان. ما عرفتش واش غادي ندير لكم فيديو ديال الخيطه ديالو، ولكن ملي غادي يطلع غادي نوري لكم. صافي البنات يلا خليتكم في امان الله، نتمنى تزوروا القناه ديالنا ماشي ديالنا، وتخليو التعاليق ديالكم زيونه، واللي عنده شي ملاحظه يخليها في الكومونتير. يلا السلام عليكم البنات.